جديد حول الموضوع ينضم لنا الدكتور سلام جبريل استشاري أمراض نساء وتوليد وأطفال أنابيب. صباح الخير. صباح النور. صباح بالخير دكتور. وبداية نحب نتحدث معك في موضوع يتعلق بآخر بيان صدر من منظمة الصحة العالمية بخصوص أن يجب أن تكون الرضاعة لمدة 6 أشهر طبيعية، والرضاعة مع المكملات الغذائية يجب أن تكون لمدة 2. تخبرنا عن هذا الشيء. أولاً صباح الخير لكم للسادة المشاهدين، وأشكركم مرة أخرى على استضافتي في برنامج هلا بحرين. الرضاعة الطبيعية لأهميتها تم تخصيص أسبوع كامل وليس يوم كما جرت العادة على تخصيص المناسبات. مناسبة أسبوع معناته هذا الحدث مهم كثير ويجب التركيز عليه، وهذا ما قامت به منظمة الصحة العالمية كل سنة تحتفل بأسبوع الرضاعة الطبيعية، لأنه هذا له مردود على كل المجتمع، مردود على خطط التنمية، مردود على الصحة للأم وللجنين، وحتى على اقتصاد البلد. الاحتفال بهذا الأسبوع أهميته نابعة من أنه كل دول العالم يجب أن تشجع الرضاعة الطبيعية، ورح نتكلم لاحقا عن ما معنى الرضاعة الطبيعية وأثرها على الأم وعلى الطفل. الرضاعة الطبيعية الأساسية، الحد الأدنى من الرضاعة الطبيعية هي 6 أشهر، والسبب ليش 6 أشهر؟ إنه 6 أشهر الأولى هي المرحلة التي يتوفر فيها الغذاء الكامل المدعم لصحة الطفل مدى حياته في أول 6 شهور. في أول 6 شهور الأم تعطيه كفايته من الدهنيات، كفايته من السكريات، كفايته من الأملاح، كفايته من السوائل، وكفايته من المناعة. كل مقومات المناعة وعناصر المناعة، الميونوغلوبيولينز اللي نسميها ميونوغلوبيولينز، تنتقل من الأم إلى الجنين عبر الرضاعة الطبيعية. ولذلك أول 6 شهور هي الأهم، وبعدها نبدأ بالتدريج إعطاء الطفل المكملات الغذائية الأخرى، وبالتدريج ينتقل من الرضاعة إلى الأكل الطبيعي العادي المتعارف عليه. دكتور، تم إطلاق مبادرة أسبوع الرضاعة الطبيعية من منظمات عالمية، كلمنا عن أهداف هذا الأسبوع. أهداف هذا الأسبوع متعددة. خليني أقول لكم عن أهمها. أهم هذه توفير المعلومات عن الأهداف المتعلقة بالخطط الإنمائية وعلاقتها بالرضاعة الطبيعية ورضاعة الأطفال. الثاني، إلقاء الضوء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من سنة 1990 حتى عامنا هذا في التقدم في هذا الاتجاه اللي هو الرضاعة الطبيعية وأثرها على المجتمع وعلى الطفل وعلى الأم وصحة كلاهما. الثالثة، لفت انتباه المجتمع إلى أهمية الرضاعة الطبيعية وما يؤثر على صحة الطفل. والهدف اللي لازم نركز عليه الآن هو جيل الشباب الجديد اللي أصبحوا ينظروا إلى موضوع توفر الحليب الصناعي والأشياء الصناعية الأخرى، ونسوا أهمية الرضاعة الطبيعية وما لها من تأثير على صحة الأم وصحة الطفل، وبالتالي على صحة المجتمع ككل. بعض الأمهات من يتابعونا في الوقت الحالي وبالإضافة لغيرهم دائما يساورهم بعض الشكوك الخاصة بموضوع أن هل الطفل حصل على كفايته أو لا. شلون ممكن أعرف وما هي العلامات اللي تدل على أن الطفل حصل على غايته أو كافي حاجته من الرضاعة الطبيعية؟ صحيح، الأمهات دائما قلقات، هذا ديدنهم بحرصهم على الأطفال. صحيح. وهذه الأمومة، هذه طبيعة الأم إنها تريد أن تتأكد من أن هذا الطفل حصل على كفايته من الحليب من الرضاعة الطبيعية. والطفل اللي بيحصل على كفايته بيكون مبسوط، أول حاجة ساتسفايد، بيكون مبسوط، مبتسم، مرح، هذا بالدرجة الأولى، وبيكون منظره جلده طري ناعم في نضارة.
فمعناته متوفر كمية كافية من الحليب أخذها هذا الطفل. خروجه عدم المؤاخذة، التبول، التبرز في حد أدنى 4 إلى 6 مرات في اليوم. إذا كان هذه كلها موجودة معناته أنه الطفل يأخذ كفايته. الحقيقة بعض الأطفال سريعين في الرضاعة وبعضهم بطيئين زينا الكبار، بعضنا سريعين في الأكل وبعضنا بطيئين. فالأمهات اللي أطفالهم يرضعوا بسرعة عندهم قناعة أنه ما شبع من الحليب وبدهم كمان يعطوه أكثر وأكثر، لكن في الحقيقة إذا كان الطفل شبع خلاص بنتهي أو بحاول ينهي وجبته من الرضاعة الطبيعية. لكن في المجمل العام الطفل السعيد اللي باين عليه أنه مكتفي برضاعته فهذا مؤشر الأساسي اللي بنعتمد عليه. أكيد هناك طرق صحيحة يجب على الأم اتباعها لرضاع الطفل، كلمنا شوي وضح لنا إياه. الحقيقة لازم الأم لما ترضع الطفل الأم تكون مرتاحة، الطفل مرتاح، متوفر الحليب للطفل. يجب أن تكون الأم في وضع الجلوس تقريبا، محتضنة الطفل، لأنه هذه لها أهمية. في عنا ارتكاسات عصبية هي اللي بتوفر الحليب للطفل، الحنية اللي لازم تحتضن الأم فيها الطفل، وهذا في معظم الأحيان لا يتوفر إلا إذا كانت الأم مرتاحة وهي بترضع طفلها. المكان هادئ متوفر فيه كل عناصر الراحة، الأم وضعها النفسي، وضعها الغذائي متوفر لها، السوائل بكثرة حتى يكون في إدرار للحليب، تكون جالسة بجلوس مريح. إذا كان الأم مثلا خضعت لعملية جراحية زي العملية القيصرية مثلا ولا تستطيع الجلوس، فبإمكانها أنها ترضع الطفل وهي مستلقية على جنبها وبوضعية سهلة، ويمكن تعليم الأم خلال تواجدها في المستشفى من قبل الممرضات المتخصصات في موضوع الرضاعة الطبيعية. ولذلك مهم جدا الوضعية اللي بيكون فيها الطفل وقربه واحتضان الأم له، لأنه هذا من العناصر الأساسية اللي بتوفر الحليب للجنين وبتوفر له الشعور بالطمأنينة والراحة. دامنا في هذه المناسبة، دعت أيضا منظمة الصحة العالمية أن يجب على الأمهات إرضاع الأطفال إذا شعروا بالجوع والابتعاد قدر الممكن عن اللهايات المطاطية. ما تأثير اللهايات المطاطية وكيف ممكن أن هي تضر الطفل؟ اللهايات المطاطية هذه تعتمد من مجتمع إلى آخر، واللهايات يعني بعض الأحيان مفيدة لأوضاع معينة، لحاجات معينة، تدريب الأطفال الخدج مثلا على استعمال اللهاية حتى مستقبلا يصير عنده القدرة على الرضاعة، وتمرين الأطفال، وأحيانا حتى تعطيهم نوع من السكينة والطمأنينة. لكن بالمقابل في إلها مضار، مضارها أنها ممكن تؤدي إلى التهابات في الأذن الوسطى، ممكن تؤدي إلى التهابات معوية، ممكن تؤدي إلى أنه الطفل إذا كان بقي يستعمل هذه اللهايات لفترة طويلة يأثر على أسنانه ونمو أسنانه. فلذلك لا ينصح باللهايات واستعمالها لفترات طويلة. حتى اللهايات ممكن تشعر الطفل بأنه لا زال جائع فيأكل كمية أكبر، وبالتالي في النهاية يكون لها تأثير سلبي على الطفل، ما يشبع يظل يأكل أكثر وأكثر وأكثر. طبعا ناهيك عن أنه ممكن يؤدي هذا إلى ابتلاعه للهواء والتجشؤ المستمر في بعض الأحيان. سعد، الرضاعة الطبيعية هي المعيار الذهبي، فعند تغذية الرضع شنو الخطوات تتبعها الأم والأطفال والأم يواجهون صعوبة شوي في هالشيء؟ كلمنا شوي دكتور عن هذا الموضوع. الرضاعة الطبيعية معيار ذهبي فعلا، لأنه اللي بيرضعوا رضاعة طبيعية هم الأكثر صحة، سواء في فترة الطفولة أو في فترة الشباب أو حتى في متقدم العمر. الأطفال اللي بيرضعوا هم أقل عرضة للوفاة، في إشي بنسميه إحنا قدة وفاة المهد، هذه اللي بيرضعوا هم أقل عرضة لهذه.
وهم أقل عرضة للإصابة بالالتهابات المعوية، أقل عرضة للإصابة بالالتهابات بشكل عام، أقل عرضة لكل الأمراض في أول العمر. سنوياً 220 ألف طفل يمكن أن يتجنبوا الوفاة إذا كانوا برضعوا رضاعة طبيعية، إذا عززنا جهاز المناعة في جسمهم عن طريق الرضاعة الطبيعية، وكذلك إذا الأطفال هذول رضعوا مستقبلاً بيتجنبوا الأمراض القلبية، الالتهابات المزمنة الرئوية والمعدية وغيرها، وبيتجنبوا السمنة الزائدة، لأنه مكونات حليب الأم مكونات سلسة يسهل هضمها وتساعد على أنه لا يكون هناك زيادة في وزن الطفل مستقبلا. كثرت في الوقت الحالي مستشفيات الصديقة للأطفال، لكن اللي يتابعنا وما عنده معلومات عن هذه المستشفيات شو تخبرهم؟ والله أنا أتمنى أنه كل مستشفياتنا تكون صديقة للأطفال. تعبير صديقة للأطفال إنها تعزز مفهوم الرضاعة الطبيعية وتعزز هذا المبدأ إنه كل الأمهات يجب أن ترضع أطفالها رضاعة طبيعية. عام 1989 منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عقدوا مؤتمر وحطوا قواعد، 10 قواعد أساسية لما معنى المستشفيات الصديقة للأطفال. في مجمل هذه 10 قواعد تركيزها على الرضاعة الطبيعية، ضروري يكون في رضاعة طبيعية تعزز من قبل هذه المستشفيات والوحدات الصحية، حتى الوحدات الصحية اللي بيكون فيها رعاية الأمومة ورعاية الطفولة، وتبدأ بأنه يكون في هذه المستشفيات سياسة مكتوبة. يجب أن يكون سياسة مكتوبة لموضوع الرضاعة الطبيعية، تضع فيها المستشفى والمنشأة الصحية هذه أسس وقواعد اللي تتبعها في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال في مقتبل العمر. إضافة إلى ذلك تدريب الكوادر، إضافة إلى ذلك إنشاء مجموعة مهتمة في الرضاعة الطبيعية من الممرضات والأطباء، وتعزيز هذه الفكرة في داخل المستشفى وفي خارجه، وتشجيع النساء على إنهم يروحوا على هذه المستشفيات لرعاية صحية متميزة، لولادة متميزة، لاهتمامهم بمثل هذا الموضوع وهو الرضاعة الطبيعية للأمهات. دكتور، المرأة العاملة شلون توفر شيء نفس الرضاعة الطبيعية؟ سهل. الأم اللي بتشتغل طبعا في بداية بيعطوهم إجازة تسمى إجازة الأمومة، وفي خلال إجازة الأمومة يجب أن تدرب نفسها إذا رغبت فقط في إرضاع الطفل رضاعة طبيعية، إنها توفر له من الحليب، من حليبها هي تضخ من هذا الحليب وتخزن في البراد في الثلاجة، تجمد هذا الحليب اللي لاحقاً إعطاؤه في الفترة اللي هي غايبة عن الطفل في خلال عملها. بعض المؤسسات أوجدت ساعة تسمى ساعة الرضاعة حتى توفر للأمهات إنهم يروحوا يشوفوا أطفالهم ويرضعوهم فترة الرضاعة هذه حتى ما تنقطع الرضاعة الطبيعية. إذا كان في صعوبة بهذه وهذه، ما في مانع إنه تستعمل وجبة واحدة أو وجبتين من الرضاعة الصناعية، لكن تعزز هذا في المساء بوجبات أساسية أو قبل ما تروح للعمل بتغذية الطفل بالرضاعة الطبيعية اللي هي رضاعة من ثدي الأم. كان معنا اليوم الدكتور سلام جبريل، استشاري أمراض نساء وتوليد وأطفال أنابيب. شكرا لك لتواجدك معنا. شكرا جزيلا. ومن الصحة لأخبار الديرة، وبالتحديد مع مركز الرفاع الاجتماعي واللي نظم بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة محاضرة توعوية تحت عنوان الوقاية من الحوادث في العطلة الصيفية. أهداف المحاضرة وأهم المحاور اللي تضمنتها المحاضرة في التقرير التالي من إعداد الزميلة تهاني توفيق.